زي ما قلنا كتير الايام اللي فاتوا في اربع طرق اقدر اعرف بيها عن نفسي عشان اقدر اختار المهنه اللي انا عايزها. اول حاجه الاهتمامات، تاني حاجه المهارات، تالت حاجه نوع الشخصيه، واخر حاجه القيم. صوتي ما يكونش عامل لك اي ازعاج يا عم. حصل خير. فين الشهاده؟ شهادتي. هو انت مش خلصت؟ حضرتك خلصت؟ اه سوري. اه خلصت. وفين التكريم والحفله والشهاده؟ انت جاي عشان الشهاده ولا جاي عشان الاستفاده؟ جاي عشان الشهاده. والناس دي جايه برضو عشان الشهاده؟ انا مال انا بالناس ده؟ مؤاخذه، انا مال انا عايز شهاده. ايوه الشهور اللي فاتت دي خبرات والحاجات. اروح اقول لهم انا كان في شهور وخبرات؟ يا جماعه شغلوني عشان الشهور انا عايز الشهاده. حبر على ورق إيه؟ انا عايز الحبر والورق. ايه اهميته قصاد الحاجات اللي هو مفيش شهاده بجد؟ لا مفيش شهاده يا عم. فين الشهاده؟ نجيب محفوظ كتب قبل كده اننا بقينا بنتجوز بالشهاده وبنشتغل بالحب. بيني وبينك الالقاب في بلدنا مغريه برضه، واكيد بابا نفسه يقول لاصحابه انك معاك ام بي اي وماسترز في ايديوكيشن، او ان شاء الله يا رب شهاده بلاي ستيشن واستيميشن. ومش بعيد يجي لك 200 لايك لما تنزل بوست على لينكد ان ليك بالشهاده وتكتب تحتها تم بحمد الله. قبل ما تاخد اي شهاده لازم تسال نفسك سؤال مهم جدا، انا باخد الشهاده دي ليه؟ وعشان كده احنا دايما بنسال is it about the certification or the qualification. يلا بينا. في ناس كتير شايفه ان الشهادات دي تبلها وتشرب ميتها، مجرد ورقه لا بتدل على كفاءه ولا خبره. والدليل على كده ان ناس كتير من غير شهادات جامعيه بيتعينوا وبيزيد عددهم، وكمان في شركات عالميه. شركه جوجل مثلا في انترفيو سنه 2013 مع لازلو بوك اللي كان يعتبر اكبر راس مسؤول عن التعيينات هناك لمده 10 سنين، قال ان في بعض الفرق وصلت ان 14% منهم ما دخلوش كليات اصلا. وكمان قال ان الشهادات والدرجات مش معيار كافي انه يقيم لو الشخص ده مناسب للشغلانه دي ولا لا. وانا عارف ان دي موجه جديده ومش موجوده كتير حوالينا، بس لو بصينا لتطور سوق العمل في اخر 40 سنه من منظور ليندا دارلينج هاموند، هنلاقي ان اكتر مهارات كانت مطلوبه في السبعينات من اكبر شركات فورتشن 500 كانت القرايه والكتابه والحساب. وفي اواخر التسعينات بقت التيم ورك والبروبلم سولفينج والانتربرسونال سكيلز. اما بالنسبه للمهارات المتوقع تكون مطلوبه الفتره الجايه فبقت سولفينج كومبلكس بروبلمز والكرياتيفيتي والكريتيكال ثينكينج. الفكره بقى ان مفيش ولا شهاده ممكن تعلمنا الثلاث مهارات دول. المهارات دي محتاج انك تمر بخبرات بنفسك وتشتغل بايدك، مش انك تقرا عنها وتمتحن فيها. طبعا هيجي حد يقول لي ان انا كلامي تقدمي ولا يمت للواقع بصله. خليني اقول لك اني متفق معاك جزئيا، لان مش كل اللي احنا بنقوله ده ينطبق على كل المجالات، واكيد في شركات وقطاعات في مصر وبره مصر برضه ما ينفعهاش الكلام ده. النقطه هنا مش ان احنا نقلل من اهميه الشهادات، الفكره كلها ان احنا نرتب اولوياتنا واحنا بنتطور في مجالنا. في فرق كبير ما بين التعليم النظري والعملي، وانت لازم تعرف المحتوى اللي انت هتاخد عليه شهاده ده قوي اب تو ديت ولا لا، قبل ما تحط وقت وفلوس ومجهود في حاجه ما تلزمكش عشان بس يبقى اسمك سيرتيفايد. اصل الشهاده مش شرط تضمن لك انك هتوصل لاعلى درجه في تطبيق العلم. سمعت عن بلوم تاكسونومي؟ ده نموذج عمله بنجامين بلوم ومجموعه من الباحثين في الخمسينات، ومن ضمن اهدافه ان هو يساعدك انك تعرف الاهداف التعليميه للكورسات والشهادات والدبلومات اللي انت داخل تاخدها. باختصار معظم الكورسات دي بتدخلك بس على اول دور جوه الهرم ده، والشركات اللي احنا بنشتغل فيها طالبه مننا ان احنا نطبق اللي احنا اتعلمناه وبطرق مختلفه كمان. وعشان ما يبقاش فكرنا متحيز، وعشان احنا برضو عارفين ان كل واحد حسب مجاله وحسب القطاع بتاعه وحسب البلد اللي هو فيها الكلام ده هيتغير، قررنا ان احنا ننزل نقابل يوسف النصر التيم ليدر بتاعت الكارير كوتشز في وظف، اللي هتدينا صوره عن التوجه العالمي رايح فين والسوق العمل في مصر عايز مننا ايه. يسرا ايه الاخبار؟ ازيك يا عمرو عامل ايه؟ الحمد لله. دلوقتي لو انا بقدم في شغلانه قد ايه بتفرق في فرصي ان يكون معايا شهاده او لا؟ مجالات معينه الشهادات فيها فعلا ضروريه. طيب الشخص اللي بيدور على شغل يعمل ايه؟ قبل ما يبدا ينفست او يستثمر في شهاده محتاج ان هو يبقى عارف المجال ده هل الشهاده فيه فعلا مطلوبه ولا لا؟ وعلى هذا الاساس يبدا يتحرك. يعني لو انا لقيت ان مجالي الشهادات فيه مش مطلوبه قوي، معنى كده ان انا مش لازم اخد كورسات؟ طيب احنا محتاجين الاول نفرق ما بين حاجتين، ما بين التعلم اللي هو حاجه انت بتعملها طول الوقت عشان تكبر في المجال اللي انت فيه، وما بين الكورسات. أوكي. الكورسات مهمه وكل حاجه بس مش هي الوسيله الوحيده للتعلم.
فدي اول حاجه. بعد كده انا بتعلم في اي مجال، محتاجه افرق هل المجال ده عملي ولا اكاديمي، وفي اي بلد وفي اي قطاع او في اي اندستري، لان كل الحاجات دي بتفرق. يعني مثلا لو حد بيشتغل فريلانسر فهو غالبا مش هيبقى مهم قوي الكورسات، على قد ما هيبقى مهم ان هو يبني بورتفوليو قوي. لو حد بيشتغل في ستارت ابس هيبقى مهم بالنسبه له المهارات بتاعته اكتر من الكورسات، لان هي دي الحاجه اللي هم بيبصوا عليها. طب انا في مجالي ازاي اتفادى الكورسات اللي هي كيف تصبح قائد في 9 ليالي ومدير في 3 ايام والحاجات الغريبه دي؟ اوكي طيب، انت اصلا قبل ما تيجي تختار اي كورس عشان تتعلمه محتاج الاول تتاكد لو ده مجال جديد عليك، يعني سواء انت لسه متخرج او انت بتشفت الكارير بتاعك ورايح لحاجه اول مره تشتغل فيها، محتاج انت تتاكد ان المجال ده اصلا مناسب بالنسبه لك قبل ما تبدا ان انت تستثمر فيه. يعني اللي بيساعدك في حاجه زي كده ممكن يبقى كارير كوتش. بعد كده بتبدأ تدور على أماكن معتمدة تدرس منها أو تتعلم منها الكورسز دي، ومدربين عندهم فيدباك كويس وعندهم experience قوية عشان الكورس نفسه يبقى قوي. فحاجات زي كده برضو ممكن تلاقيها على منصات تعلم كتير قوي زي مثلا وظف ليرنينج. وفي وظف ليرنينج تحديدا انت لما بتتعلم حاجة بيطلع لك بادج بعد كده على البروفايل بتاعك عشان يبقى باين لما تيجي تقدم على شغل للشركات ان انت عندك سكيلز معينة. شكرا جدا يا يسرى، انت كلامك غالبا هيوفر وقت وفلوس ومجهود ناس كتير كانت هتاخد يعني شهادات عشوائيه ملهاش لازمه. شكرا جدا ليك. العفو. بمناسبه موضوع الجهات المعتمده، في جهات اصلا مش هيدوك الشهاده غير لما تعمل شويه وركينج اورز حلوين او تشتغل بايدك يعني. فعندك في الانظمه التعليميه في المدارس نظام زي الاي بي مش بيدي الطالب شهاده تخرج غير لما يعمل شويه ساعات خدمه مجتمعيه، وعندك كليات زي طب في سنه امتياز بتاخد فيها خبره عشان تاخد الشهاده. ده حتى شغلانه زي شغلانه يسرى اللي هي الكارير كوتشنج محتاجه تعمل فيها كوتشنج اورز عشان تاخد شهاده رغم انك قعدت 3 شهور بتحضر في الكورس بتاعها. ده حتى في شهادات ليها تاريخ انتهاء ومحتاج انك تعمل لها تحديث بشكل دوري عشان تواكب التطورات اللي في مجالك. اصل انت مثلا كماركتير لو اضطريت انك تتعلم اكسل هتلاقي نفسك بتدور على كورس المحتوى بتاعه اب تو ديت ويكون المدرب اللي بيشرحه شاطر وعنده خبره. تقلق امتى بقى؟ لما تلاقي نفسك بتدور على كورس فيه شهاده وبيخلص في يومين 3 في الانجاز ويكون سعره في الحنين كده. الخلاصه، الشهاده لوحدها مش اهم حاجه، وحتى لو في مجالك الشهاده مهمه جدا تاكد ان تطبيق العلم اللي فيها اهم من الشهاده ذات نفسها. اما بقى بالنسبه للاتش ار فدورهم مهم جدا لان هم اهم طرف بيأثر على نظره سوق العمل للشهادات وبيخلينا يا اما نمشي بخطى بطيئه تجاه التعلم الحقيقي او بجري سريع جدا تجاه الشهادات وخلاص.